عملت 6 مرات حقن مجهري، 4 مرات لم تنتج بويضات صالحة، مرتين أنتجت بويضة. بعض المرضى لا يصلح معهم إلا المجمد. اللي عايزين يعملوا حقن مجهري بتكون خطوات طويلة المدى أحيانا، تاخد أحيانا شهور، وهذه النقطة غائبة عن ثقافة المصري. مش كل الحالات بتحتاج تجهيز طويل، ومش كل الحالات بتاخد نفس الأنظمة العلاجية اللي بتاخدها الحالات الأخرى. الأستاذ الدكتور محمود الشافعي، دكتوراه أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم، زمالة أمراض النساء والتوليد ومساعدة الإنجاب، جامعة ستالينبوش جنوب أفريقيا، زمالة أطفال الأنابيب والحقن المجهري، جامعة بورتو البرتغال، استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب بطب الزقازيق، مؤلف الأطلس العالمي لدراسة البويضات بالمجهر الإلكتروني، بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية، مدير مركز زينة الحياة للخصوبة وأطفال الأنابيب بالزقازيق. أهلا بكم، النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وجزء في الجهاز الإخصاب التناسلي عند المرأة، جزء يعني نقدر نقول عليه غامض شوية، يعني مش غامض لكن نقدر نقول عليه اختلاف علمي كبير وتقدم مذهل تكنولوجي خاص بي، وهي قناة فلوب. قناة فلوب الآن الوضع العلمي الخاص بها مختلف تماما، والتوصيف لحلولها والحلول مشاكلها مختلف تماما عما كان موجود قبل كده. وعشان افكركم برضو، قناة فلوب لازم تحفظوا كويس جدا، هي قناة ممتدة من الرحم حتى المبيض، ووظيفتها الكلاسيكية هي انتقال الأشياء، نقل الأشياء. ايه الأشياء؟ نقل البويضة عندما تخرج من المبيض، ونقل الحيوان المنوي عندما يأتي من المهبل عبر عنق الرحم الى الرحم الى الداخل، والغريب انها بتعمل مكان الانتقاء بتاعهم جوه قناة فلوب. والغريب ايضا ان قناة فلوب ديت الطريق فيها رايح جاي، يعني اتجاه غريب جدا، اللي جاي من حيوان منوي من الرحم بيدخل قناة فلوب من خلال الرحم الى قناة فلوب، واللي البويضة تدخل القناة فلوب من البويضة من المبيض الى قناة فلوب. فسبحان الله، هي طريق غريب للغاية. هذا الطريق الدقيق الرفيع الصغير عندما يصاب بامراض، عندما يصاب بمشاكل الحمل يصعب جدا او ربما يكون مستحيل. وكانت الحلول في التعامل مع مشكلات قناة فلوب تقتصر فقط في عزل قناة فلوب واللجوء الى الحقن المجهري. النهاردة هنفهم ما هي مشاكل قنوات فلوب، ايه الصح في التعامل مع مشاكلها، ايه التطور المذهل اللي حصل مع هذه القناة الدقيقة الصغيرة. كلام مهم جدا، هتسمعوا حوار شديد الأهمية، واعتقد انه هيكون حوار متفرد للغاية. ضيفي العزيز هو طبعا القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم علاج العقم والإخصاب المساعد والحالات المعقدة من حالات تأخر الإنجاب، الاسم الكبير والعالم القدير في هذا المجال، الذي أسعد جدا بهذه الزيارة وأنتظرها يعني بشغف، لأنها نسمع نوع من الحوار العلمي صاحب أرقى مستوى. ضيف العزيز الأستاذ دكتور محمود الشافعي، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. النور ده ربنا يخليك. الحقيقة أنا بدأت الأول بقناة فلوب أنها هي القناة أو جزء من الجهاز التناسلي في المرأة الذي حدثت حوله تغيرات من ناحية تكنولوجية ومن ناحية تقدمية مذهلة بشكل مثير جدا جدا. عايز أفهم النقطة دي وأفهم دورها في الإنجاب. لازم أشكرك الأول، ربنا يخليك، على البرنامج بصفة عامة، ربنا يبارك فيك، وعلى التقدمة الرائعة. وعايز اقول للمشاهدين ان حضرتك قلت نص الكلام تقريبا. لا يا باشا، المقدر. قناة فالوب تاريخيا جابريل فالوبياس ده عالم ايطالي طبيب، عاش من 1523 ل 1662، لما اكتشف هذه القناة سماها باسمه فالوبياس. فكانت زي ما حضرتك بتقول مجرد وعاء ناقل من أو ما بين المبيض وما بين جسم الرحم. سبب اكتشاف أطفال الأنابيب ونجاحها هو كان انسداد الأنابيب
في أم لويس براون اللي هي أول حالة أطفال أنابيب سنة 78 في بورنهول كلينيك في لندن. كانت مشكلتها انسداد الأنبوبتين اليمنى واليسرى، فاستعاضوا عن الأنابيب بأنهم استعاضوا عن دور الأنابيب، زرعوا البويضة لكي تخصب في وعاء أنبوبي زي قناة فالوب بالضبط خارج الرحم، ثم نقلوا الجنين. وبالتالي أي مرض يصيب الأنبوبة يمنع انتقال أو يمنع دورها اللي هي التقاط البويضة بالفوهة من المبيض، ثم مرور الحيوان المنوي السريع ذو التكوين السليم الذي ينجح في لقاء البويضة داخل قناة فالوب لإخصابها، ثم يحدث الانقسام الأولي داخل هذه الأنبوبة الدقيقة، ثم تنتقل بحركة عضلية مرتجعة زي ما حضرتك شايف، بترجع بعد الإخصاب لكي تستقر داخل جدار الرحم. وبالتالي مرض الأنبوبة هو أي تغير سواء كبير أو صغير يؤدي إلى فشل أو توقف وظيفتها، وهي التقاط البويضات والإخصاب وانتقال الجنين الأولي إلى داخل الرحم. مشكلة الأنابيب أو مشكلة انسداد الأنابيب أن الموضوع شائك، فين بتتسد الأنبوبة بالظبط؟ يعني عندنا ثلاث أجزاء زي ما هو موضح انسداد الأنابيب، في جزء بسيط اللي هو انسداد الأنبوب البروكسيمال أو القريب اللي هو رقم واحد القريب من جسم الرحم، وده ممكن علاجه هنتكلم على طريقة علاجه بعد كده. اتنين، انسداد شهير جدا ما بيحصلش عندنا في العالم العربي اللي هو رقم اتنين اللي هو في وسط الأنبوبة، لأنه كله راجع إلى طريقة تقنين أو كوسيلة لمنع الحمل ألا وهي ربط قناة فالوب، فده المكان اللي بتربط فيه جراحيا سواء بفتح البطن أو بالمنظار، ده المكان اللي بتربط فيه، وده المكان اللي بينفك فيه الربط عشان السيدة تعود إلى قدرة الإنجاب ثانية. ثالث جزء اللي هو الجزء الخارجي اللي هو ناحية الفوهة بنسميه الديستل اللي هو رقم 3، ده أخطر واحد فيهم لأنه أكبر جزء في الأنبوبة، وبالتالي بينتفخ ويحوي سائل، في أغلب الحالات سائل سام إذا تم رجوعه خلفيا إلى جسم الرحم فهو يؤدي إلى موت أي جنين وعدم القدرة على الغرس داخل جدار الرحم. وبالتالي دور الأنبوب دور حيوي جدا جدا جدا، ويسبقه تشخيص سلامة أو عدم سلامة الأنابيب. هذه الأنبوبة هي التي تكون السبب أساسي لتأخر الحمل في كثير من الأحوال، صح؟ طبعا. إيه الأسباب اللي ممكن تعيق الأنبوبة عن أداء وظيفتها؟ أسباب فشل وظيفة قناة فالوب عن التقاط البويضات وإحداث الإخصاب ثم الانتقال بطريقة خلفية للجنين إلى داخل تجويف الرحم، في 90% من الحالات هو الالتهابات. توجد عدة أنواع من الالتهابات ممكن نتطرق إليها في محاضرة خاصة عن التهابات الجهاز التناسلي، لكن الالتهابات تشكل حوالي 80% من مشاكل الأنبوب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ثم عندنا حاجة تانية ألا وهي البطانة المهاجرة، جزئيا تؤثر على الأنبوب وتغلقه تماما. ثالث حاجة وأهم حاجة هي حدوث حمل خارج الرحم. حمل خارج الرحم بادئ ذي بدء من أنواعه، أو هو حمل في الأنبوب، ممكن يكون في الأنبوب، ممكن يكون في أي جزء من الأنبوب، ممكن يبقى على سطح المبيض، ممكن يبقى جوه الحوض أو ما إلى ذلك. لكن عندنا أشهر مشاكل الأنبوب هو الحمل خارج الرحم أو الحمل في الأنبوب، وهنتطرق بعد كده في هذا اللقاء إلى أن الحمل خارج الأنبوب وطرق علاجه من الطرق التي ممكن أن تزيد في عدم القدرة على الإنجاب لو ما تعالجتش صح. ديت من الأسباب المهمة جدا جدا.
عند حضرتك الالتصاقات، العمليات السابقة بالحوض كالزايدة وما إلى ذلك، كل ده بيؤثر على قدرة قناة فالوب على التقاط البويضات بحرية، ثم الإخصاب، ثم انتقال الجنين الأولي إلى داخل الرحم. عظيم. هل السؤال القادم ده برضو سؤال كده يعني من عقلي أنا، هل طرق تشخيص انسداد الأنابيب كانت طرق تشخيص سهلة؟ هل كان من السهل علينا كأطباء نحن نعرف أن الأنبوبة دي مسدودة ولا كان صعب؟ طرق تشخيص أمراض الأنابيب سواء انسدادها أو سلامتها من المواضيع الشائكة جدا 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 في علم النساء والتوليد بصورة عامة، وفي علم الإخصاب والحقن المجهري وأطفال الأنابيب بصورة خاصة جدا، لأن طرق التشخيص بتتشعب من أبسط طرق التشخيص، وهي زي ما حضرتك أشرت في الأول اللي هي الأشعة بالصبغة، وعندنا صورة للأشعة بالصبغة توضح لحضرتك أن أنا أقدر أشوف تجويف الرحم وسلامة الأنبوبتين عن طريق الأشعة العادية جدا جدا جدا، أشعة إكس، إكس راي عادية جدا بتتاخد في أكتر من وضع، وبتوريني ده أول فيلم بمراحله كلها لحد ما يخرج، تخرج الصبغة تماما من الأنبوبتين، وهذا يعني سلامة الأنابيب. لكن تطرقت طرق التشخيص وتطورت إلى منظار البطن ثم منظار الرحم مرورا بعدة أشياء بينهما، لكن دي أشهر حاجات. يعني عند حضرتك مثلا دي هنا صورة لمنظار البطن اللي كانت موجودة، بيوريني أن الأنبوب منتفخ وأن الأنبوب به ارتشاح سائل داخلي. لكن المشكلة الوحيدة في منظار البطن ان انا ممكن ما حددتش بالظبط الجزء المصاب من الانبوبة، هقول الانبوبة كلها فيها مشكلة. ليه؟ لان انا في منظار البطن لما باجي احقن الصبغة اللي هي الزرقة اللي حضرتك شايفها داخل الانبوب دي، ما بتعديش من الناحية التانية، اي ما بتعديش داخل الحوض، وبالتالي بقول ان في انسداد، لكن عشان احدد الانسداد فين بالظبط بيبقى صعب. هستعرض مع حضرتك حاليا اخر واحدث طرق تشخيص انسداد الانابيب، ومش بس انسداد الانابيب، ارتشاح الانابيب ونزول السائل السام المليء بالجراثيم الى داخل تجويف الرحم. ده منظار الرحم العادي جدا بنسميه المكتبي او الاوفيس هيستروسكوبي، ده ممكن يتعمل من غير حتى تخدير خالص. زي ما حضرتك شايف بدخل جوه عنق الرحم بالعدسة الدقيقة بتاعتي لحد ما بوصل الى تجويف الرحم، واللي بيساعد على نجاح منظار الرحم عامة هو الوسط السائل اللي انا بستخدمه سواء الجلايسين او الصالين، اللي هو بيملالي تجويف الرحم. زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي، هشوف تفاصيل الجسم الداخلي لجدار الرحم. انا كده دخلت التجويف، ودي اول انبوبة تعتبر الانبوبة اليسرى للسيدة اللي شفناها، ثم هوري حضرتك دي الانبوبة اليمنى. لو انا كده، انا كده تمام، ممكن اخرج، ممكن اي طبيب يخرج بالمنظار ويقول لي والله ان الدنيا سليمة والتجويف كويس جدا، مفهوش اي لحمية ومفهوش اي حاجة. انا حاليا هقفل الجلايسين. شفت حضرتك ايه اللي جاي عليا حاليا؟ ده السائل السام اللي موجود في الانبوب الايسر اللي بيصب تماما داخل تجويف الرحم، وده زي ما بقول لحضرتك لو انا شغال بس بالمنظار وما عملتش التكنيك ده، من السهل جدا ان انا افقد تشخيص ارتشاح الانابيب المتصل. يعني عندنا ارتشاح متصل بجسم الرحم، صب السائل السام كله جوه جسم الرحم. لو انا ما عملتش التكنيك ده، انا ممكن اخرج بالمنظار وانا بقول الانبوبتين سليمتين والدنيا سليمه وما عنديش مشاكل. زي ما شايف حضرتك انا رجعت الضغط تاني بالوسط السائل اللي انا بستخدمه، رجعت بشوف الانابيب، قفلت تاني، ابتدت تصب عليا. انا بوري المشاهد اكتر من مره ان انا ازاي اقدر اشخص بسهوله انسداد احد الانابيب او ارتشاح كامل بيؤدي الى وصول السائل السام الى تجويف الرحم. طب هذا لو كان الانسداد او الارتشاح متصل بالظبط. طب افرض انه ارتشاح غير متصل. ده سؤال ممتاز جدا جدا جدا. النهارده بقول حتى لو السائل مش متصل، اسف، لو الانسداد مش متصل، يفضل
يفضل برضو فصل الأنبوب أو إزالة الأنبوب. ليه؟ لأنه في مرحلة من المراحل مش لازم يكون متصل اتصال تام، ممكن يكون متصل اتصال جزئي، بيحصل نزول جزئي لجزء من هذا السائل إلى داخل الرحم، زائد أن وجود هذا السائل أو هذه البؤرة الصديدية الجرثومية داخل الأنبوبة هي مصدر عدوى لكل الحوض، وبالتالي حتى الغير متصل يفضل فصل الأنبوب أو إزالته. إزاي نتعامل مع قضية الأنبوبة التي فيها مشكلة مرضية؟ القضية النهاردة يعني أثارت جدل كبير جدا. معنى سؤال حضرتك هنتعامل معاه، هنعالج المريضة إزاي؟ هل هنلجأ إلى الجراحة أو هنلجأ إلى أطفال الأنابيب؟ السؤال في حد ذاته سؤال شائك جدا، لانه ما هو سؤال قاطع، هل هو جراحه ام اطفال انابيب؟ عشان كده ما قلتش نعالج، انا قلت نتعامل. حتى سكت. يعني زي ما بقول لحضرتك او زي ما سعادتك ابتديت، هنتعامل ازاي مع الحاله. اول حاجه زي ما انا كاتب كده او شارح، هل فعلا هل الدور الجراحي هو اتجاهي ولا اطفال الانابيب الاي في اف هي اتجاهي؟ هي موازنه بسيطه جدا. في الاخر أنا لا أحبز أو لا أشجع أي من الدورين على الآخر. لازم يكون هدفي وأنا بعالج أن المريضة تحمل، سواء بالدور الجراحي أو بأطفال الأنابيب. وبالتالي النهاردة بقول أن الدور الجراحي له جزء في حالة ارتشاح الأنابيب، لكن علاجه جذري للأنبوبة، لازم أشيل الأنبوبة. وأذكر تماما أن في مقال طبي في أكبر مجلة عندنا اللي هي الفيرتيليتي والستيريليتي، اللي هي العقم والخصوبة أو الخصوبة والعقم، دي مجلة أمريكية، في 2008 نشرت مقال أثار جدل كبير جدا. 2008 كان نجاح أطفال أنابيب وصل إلى 40-45%، ودي كانت قمة ما كناش وصلنا لها قبل كده. فكتبوا مقال شهير جدا إن دور الجراحة في علاج أمراض الأنابيب دور ميت، توفى. لأن النجاح مقابله في أطفال الأنابيب والحقن المجهري كان أعلى بكتير. يعني أقدر أدي حضرتك نسب، كان النجاح تقريبا من العلاج الجراحي فقط بدون الرجوع إلى أطفال الأنابيب كان لا يتعدى 5%. لما ابتدينا نعمل أطفال أنابيب حتى من غير جراحة النسبة زادت. النهاردة بقى الدور يكتمل إزاي؟ بأن السيدة اللي محتاجة جراحة يتعمل لها إزالة أو فصل أنبوب أولا ثم حقن مجهري، لكن جراحة لوحدها أصبحت صعبة قوي. هنا السؤال اللي أنا بفكر فيه من زمان، يعتقد الكثيرون أن فصل الأنبوبة ده شيء آمن، يعني المفصل الأنبوبة خلاص تختفي المشكلات، وكما يقال في المثل الشعبي الأنبوبة التي تأتي منها الريح هنسدها أو هنقطعها ونستريح. تمام، زي الباب اللي بيجي لك منه خلاص. هل في مضاعفات لفصل الأنبوب؟ طبعا مضاعفات شديدة جدا. أولا فصل الأنبوب لابد أن يكون بعناية، وزي ما حضرتك بتقول ما هواش piece of cake، ما هواش حاجة سهلة قوي. لا، أنا يهمني جدا أبقى أي جراح قبل أن يقدم على موضوع فصل أو إزالة قناة فالوب أن يعلم تماما التغذية الدموية للمبيض اللي هو ملاصق للأنبوب. ليه؟ لأن أنا ممكن ببساطة أشيل الأنبوب تماما وأأثر على تغذية المبيض بالأوعية الدموية، وده يؤدي إلى ضمور المبيض وقلة إنتاج البويضات بعد كده. فبالتالي عندي أكتر من نصيحة جراحية. نمرة واحد، تبعد تماما عن المبيض، أنت بتشيل أنبوب فقط، فبالتالي لازم تبقى عارف تماما الوجهة التشريحية اللي حضرتك بتشتغل بيها. اتنين، اما تشيل انبوب لازم تشيله كاملا، ما تسيبش فيه حتة. ليه؟ لان نمرة واحد لما بتسيب جزئيا بعض الخلايا دي ممكن تجمع سائل تاني وتعمل لك بؤرة صديدية، زائد انه مش مستحب تماما انك تترك جزء متهالك او كان به مرض الى مرحلة بعد ذلك. فبالتالي عندي جزئيتين اتنين او نصيحتين اتنين مهمين جدا. نمرة واحد، تحافظ على التغذية الدموية للمبيض. اتنين،
تترك او تزال الانبوبة او تفصل كلية بدون ترك اي جزء فيها. هل يمكن تفادي فصل الانابيب؟ في ستات بتقول لا انا مش عايزة فصل الانابيب. حلو قوي. موضوع تفادي فصل الانابيب، اولا السيدات بيبقى عندهم منطلق هم محقين فيه جزئيا، هي بتعاني من عدم انجاب لعدة سنوات، لكن احساسها انها تمتلك الوعاء الناقل الا وهو الانبوبتين انه ما زال يوجد امل في الحمل الطبيعي بدون عمليات. فبالتالي رقم واحد اما حضرتك كطبيب بتاخد قرار ازالة او فصل الانبوب بتقول لها اسمعي لم يعد هناك اي فرصة للحمل الطبيعي. ده دور الجراح نصيحة وليس عملا، اللي هو ايه زي ما بيقولوا، ده هنا بوضح لحضرتك ان انا ببقى قريب جدا من الانبوب بعيد خالص عن المبيض. القضية المهمة جدا ترك الانبوب المصاب اكثر اذى من ازالته، لان يعني لازم الناس تفهم بالظبط، لازم تفهم الكلام ده. حضرتك مع كامل احترام الى رغبتك في الامومة التي لا يمكن ان تنكر، يوجد عائق والعائق بيزيد. وجود الانبوب عند حضرتك بالصورة المصابة يساوي ان حضرتك مش بس مش هتحملي، حتى لو عملت لحضرتك حقن مجهري بدون ازالة او فصل هذا الانبوب مش هتحملي برضو. وبالتالي دي خطوة احترازية استباقية لابد منها. القضية النهاردة امتى ما اقدرش اتدخل جراحيا في حالة انسداد الانابيب، وده اعتقد انه سؤال مهم جدا. لو انا عندي حوض ملتصق تماما زي ما بنسميه، او اكيد حضرتك عارف المصطلح ده، فروزن بيلفس، الحوض المتجمد، سيدة تم فتح بطنها اكتر من مرة نتيجة التصاقات، حصل عندها ولنفرض حمل خارج الرحم اكتر من مرة في انبوب وما تشالش، حصل عندي زائدة وانفجرت، حصل عندي مشاكل في الحوض، وبالتالي الجراح ايا كانت مهارته بيبقى عاجز انه يخش هذا الحوض سواء بمنظار او بفتح بطن. هنا هضطر ان انا اقفل الانبوب عن طريق منظار الرحم. عندنا في شريحة انا موضحها في هذه المقالة في تفادي مشاكل جراحة الانابيب، مش تفادي، لو ما قدرتش اعمل جراحة لان انا مش قادر اوصل للحوض، فهحاول اسد هذه الانبوبة التي تقطر سما داخل الرحم باداة بمنظار الرحم اسمها الايشور، لا مش دي الصورة دي البديل بقى البديل بالظبط، البديل احنا بنعمل بدل جراحة هنعمل شيء من خلال المنظار ميكانيكال جزء ميكانيكي، ان انا اسد بيه الجزء اللي بيقطر المادة السامة من داخل الانبوبة الى الرحم، هو ده الايشور بالظبط. يعني انا عندي انبوب منتفخ مش عارف اوصل له، وبالتالي زي ما حضرتك شايف اللي في وسط تجويف الرحم ده عدسة منظار الرحم وفوقها الغطاء اللي هو الشيس، خارج منهم الاداة الجديدة بتاعتي ده اللي هو الايشور، هوري حضرتك شكله زي السوستة بالظبط، ان انا بفتحه اهو بالظبط كده بحطه بيقفل لي الانبوب من فوق. للاسف الشديد جدا اشتغلنا بالايشور ده سنوات لحد ما جت المنظمة العالمية FDA قالت لك وقف الايشور تماما لان له شوية مشاكل. ايه هي المشاكل؟ المشاكل ان زي ما حضرتك شايف انه في جزء مدبب اللي هو ناحيه الصباع بالظبط كده، الجزء المدبب ده ادى في بعض الفترات الى فتح جيب المياه للجنين بدري، وبالتالي عمل لي ولاده مبكره ووفاه الجنين، فبالتالي تفاديناه. لكن انا بقول ان الايشور اتمنع عالميا، لكن ان كان لا محالة فاعلا فانا مجبر عليه. ليه؟ لان ما عنديش طريقة تانية. وإلا ابقى انا عمال بعمل حقن مجهري وعمال اخصب بصورة جميلة جدا وبنقل اجنة ممتازة جدا وما زالت المادة السامة نازلة من الانبوب على تجويف الرحم. فان ما كانش قصادي حاجة خالص في حالات الحوض المتجمد والالتصاقات العظمى، بعمل انسداد او سد داخلي
ميكانيكي لفتحات الأنابيب الداخلية بالإيشور أو بأداة تانية اسمها الإديانة. هل هناك ارتباط بين البروسيدر الجراحية العلاجية وعمر الست؟ عمر السيدة بالنسبة لنا يساوي كل شيء في شغلنا. حتى بدي دائما ابدا في علم الاخصاب عمر 37 بالنسبه لنا، قبله كان زمان 38، دلوقتي عشان الالتهابات والتلوث وما الى ذلك 37 هو الكات اوف بوينت بتاعتنا. قبل 37 سنه يعني لو عمرها في بدايه الثلاثينات ما عنديش مانع ان انا اصبر لمده سنه بالعلاج العادي او حتى العلاج الجراحي البسيط. لكن السيده لو عندها انسداد مع ارتشاح كامل في الانبوب حتى لو عمرها اقل من 37 سنة، المانجمنت او العلاج واحد، لازم افصل الانبوب وبسرعة جدا اعمل حقن مجهري. ليه؟ لان انا ما فيش قصادي حاجة تانية. طب هتقولي طب ما هي اقل من 37، هقول لحضرتك طب ما هو انا فصلت الانبوب هتحملني ازاي؟ اللي بعد 37 انا في عجالة اكتر لان انا خايف من السن والدخول في سن اليأس المبكر، وبالتالي حتى لو سديت الانبوب بعد سن الاربعين ادائها على التبويض وافراز البويضات والاداء الهرموني نفسه بيقل بصورة واضحة. لابد ان توجد مصداقية في طريقة العلاج. يعني ايه؟ يعني بمعنى زمان انا بقول ليه موضوع سؤال الجراحة او اطفال الانابيب ما هماش متعارضين، بالعكس هما مكملين لبعضهم. بغض النظر يعني انا الصورة دي بتقول كالاتي، حضرتك عملت الماما جراحة او عملت لها اطفال انابيب، المهم ان انا اتولد. فلازم يبقى في مصداقية ان انا وتفر زوية، المهم تنجح. الغاية تبرر الوسيلة. هي الوسيلة يا حميدة جدا. هو ده، هي دي الحاجة الاخيرة. الصورة دي مهمة جدا. ان انا ايه زي ما بقول، يوجد تعارض تماما ما بين الجراحين اللي بيشتغلوا جراحات فقط وما بين مراكز اطفال انابيب. لا، انا النصيحه اللي بقول لهم احنا مكملين لبعضنا، لان الجراحه لوحدها مش هتؤدي الى نجاح قد اللي بيؤديه اطفال انابيب، واطفال انابيب مش هتنجح اذا كان يوجد ارتشاح في الانابيب قبل ما نعمل هذه الجراحه. تنورتنا وشرفتنا. ميرسي خالص. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره استاذ الاساتذه الاستاذ الدكتور محمود الشافعي، كان مبدعا كعادته، مبهرا كعادته في اختياره للموضوع وفي تفنيده العلمي الدقيق جدا لواحد من اصعب المواضيع التي يمكن ان تدرسوها وان تفهموها، اطفال الانابيب، الحقن المجهري وعلاقتهم بالمناظير وعلاقتهم بالجراحه وعلاقه كل هؤلاء ب قناة فلوب، هذه القناة الساحرة الماكرة التي قد تكون مصدر سعادة إذا انتقل الجنين من خلالها، أو مصدر تعاسة إذا كانت مصدرا للالتهابات والارتشاحات. حوار مثير مع ضيف العزيز، أتمنى أن يكون حصل على إفادة كبيرة لكم وأنا واثق من ذلك، وأن تفهموه جيدا. هو يحتاج أكثر من مرة للاستماع لتفاصيله العلمية الدقيقة. خليكم دايما مع الناس الحلوة. الحاجات التجميلية اللي لازم نبقى حريصين عليها، خط المنتصف اللي بين السنتين الأماميتين يبقى في النص. التقنية اللي يصلح بيها الإنسان سنانه ده فن وموهبة مهمة جدا. الابتسامة كمان بقت بتتبع الفاشن أو بتتبع الموضة بدرجة كبيرة.